الكفاح وصل واصل الكفاح ويا صفر تهرته ويا صفر تهرته ويا صفر تهرته ويا صفر تهرته وصل واصل الكفاح وصل واصل الكفاح وصل واصل الكفاح وصل واصل الكفاح ولا تراجع سيتم الإفراج عنهم في الأيام الأولى، لكن الأمر فات استمر لست أشهر لمجرد التأويلات. أعتقد أنه هذا الاعتقال يعني خارج يعني تهمة تم تكييفها غير مناسبة غير متناسبة مع الحجم ديال الفعل. لذلك انا اعتقد انه الوقت حان باش السلطات انها تفرج على هذا المعتقل، والا خصوصا مع هذا الابراق التعاوني كيقوموا به الشباب اللي بالمناسبه كنتضامنوا معاهم في هذا العمل. كنحمل المسؤوليه طبعا للدوله والجهات المسؤوله على كل التبعات التي ممكن ان تحصل لها. كنتمنى انه يحصل لنا الافراج ويتم تصحيح الوضع ويتم الافراج على الشباب والشباب المعتقل، ومن بينهم الاخ ديالنا والشاب الودود لطيف. حنا جينا اليوم باش نقولوا للمسؤولين كما قلنا في السابق، لقد أبكتنا كلمات أبنائنا أثناء هذه الوقفة وأثناء كل تدوينات وبكاء الأمهات والآباء. بغينا العفو، بغينا هاد الوليدات يجيو يصوموا رمضان مع الوالدين ديالهم، وفي الأول وفي الأخير إن الوطن غفور رحيم. وما يمكنش لأي وطن يرقى ولا يتقدم ولا يكون عنده شي خير إذا كانوا الوليدات ديالو كيعيشوا هذا الظلم. إذا كان هناك أخطاء ارتكبت فلا بد أن يعترف من ارتكب هذه الأخطاء بهذه الأخطاء ويقدم البدائل اللي هي الآن الإفراج والصراحة والأمل ديالنا في العفو. العفو اللي كنتظروه من سيدنا أنه ياخذ يستمع فعلا لهذا الشباب ولهذا الواقع ولهذا الآباء والأمهات في هذا الشهر المبارك، لأنهم ليسوا بإرهابيين، هم مواطنين صالحين يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بالحرية وبالعدالة. لذلك خصنا نفتحوا لهم أبواب هذه الحرية. وشكرا. رحمة الصلاة والسلام على المرسلين. أولا تحية إلى جميع الساكنة في طنجة اللي حضرت الوقفة اليوم، وكانت وقفة حاشدة تنديدا بالاعتقال الذي استمر لمدة 6 أشهر في حق شباب بارئين، في حق شباب يعني لا توجه ربما لهم في حقيقة أي تهمة. ولكن إن شاء الله احنا باقي في الوقفات وباقي في أشكال نضالية حتى إن شاء الله ترخيو الشباب، لأن الشباب ما عندهم ولا تهمة. حتى إذا قلنا بأنهم خطوا عندهم الحق تحكموا بقانون الصحافة وليس قانون الإرهاب اللي كان ربما ظلما كثير، ماشي غير ظلما الشباب، ولكن الشباب اللي كنتكلموا عليهم نتكلمكم مثلا النموذج ديال احمد شطيبات هو واحد الشاب اولا كيشارك في حملات انتخابيه، كيشارك في مباراه ديال كره قدم ديال اتحاد طنجه، كان حاضر مجموعه مباريات. فهذا يعني حتى العقل لا يتصور بانه كان ارهابيا او شيء من هذا القبيل. تحيه للجميع والذين صامدون حتى اطلاق سراحهم. هنا انا حكم انني صديق ديال احمد شطيبات وزميله في الدراسه وفي المدرج، اتي هنا لاعلن تضامني المبدئي واللا مشروط مع هذا الطالب، هذا الشاب القدوه الفاعل له فعاليه وله تواجد دائما في الميدان
وكانت له دائما افكار معتدله وسطيه تؤمن بالمؤسسات تؤمن بالدوله وتؤمن بالوطن ومحبه للوطن ومحبه للعمل في سبيل هذا الوطن. اقول ان اعتقاله جاء على خلفيه سياسيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية تحية العزة والصمود والمقاومة والممانعة لمعتقلي الفيسبوك الذين يدخلون في إضراب لليوم الخامس على التوالي بسبب بلاغ مشؤوم غير قانوني أصدره كل من وزير الداخلية السابق ووزير العدل السابق. هذا البلاغ تسبب في معاناة وفي ظلم هؤلاء الشباب، لهذا كانت هذه الوقفة تضامنية لنعلن رفضنا لهذا البلاغ المشؤوم ولنعلن رفضنا لأطروحة الباطل، هذه الأطروحة التي تريد أن تلقي بالشباب بتهمة الإرهاب بسبب نشاطهم السياسي. نحن نقول أن اعتقال هؤلاء السبب هو اعتقال سياسي. هذا الإشارة رقم واحد. الإشارة الثانية التي أريد أن أوجهها من هذا المنبر المحترم وهي أننا لن نعتمد على مجهودات الحكومة مثلا أو مجهودات وزير الحقوق في هذه الحكومة، بل سنعتمد على أشكال نضالية تضامنية وعلى ترافع مدني من أجل الدفاع عن هؤلاء الشباب المظلومين. الكل يعرف أخلاق هؤلاء الشباب، الكل يعرف أحمد الشطيبات. أعتقد بأن المغرب عليه أن يصحح مجموعة من الأخطاء. أمامنا مجموعة من التحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية، لا ينبغي أن نجر المغرب وراء مشاكل أخرى عبر تلفيق التهم. الريف كانت في احتجاجات، أيضا احتجاجات ديال الأسد المدربين، مجموعة احتجاجات. أعتقد بأن مثل هذه الأمور ومثل هذه القرارات تسيء لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا.